طبعا شرفنا معالي المحافظ ورئيس الجامعة، بشكرهم على هذا المجهود الداعم لمحافظة المنيا. وبنقدم النهاردة رسالة مهمة جدا للطلبة وأعضاء التدريس، ومن خلال فترة رئاسية جديدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إيه الرسالة اللي عايز تقولها لكل الطلبة الموجودة داخل الجامعة النهاردة؟ بنشوف ماذا تعني كلمة الجمهورية الجديدة، الإنجازات اللي موجودة على أرض مصر وخصوصا في صعيد مصر. إحنا النهاردة في عروس الصعيد، أكثر المحافظات كثافة، أكثر من 6.5 مليون نسمة. إزاي بيخدموا، بيتقدم لهم خدمات تعليمية وصحية وثقافية متكاملة. هو ده الدور اللي احنا بنتكلم عليه فعلا، الجمهورية الجديدة بمفاهيم جديدة، ومن خلال اللي احنا لمسينه والافتتاحات اللي احنا شايفينها والإنجازات اللي تمت على أرض الوطن خلال الفترة الماضية، والنهاردة دليل على ذلك. ودايما بتكلم دي خدمة. سبيل المثال المدينة الطبية، أنا بطلق عليها المدينة الطبية في صعيد مصر، أكتر من 25 فدان في كامبس كبير، غير المستشفيات الأخرى اللي النهاردة تشرفنا الحقيقة جميعا بوجودها وبتعمل بكفاءة عالية في أرض المحافظة. إحنا بنخدم تقريبا 850 ألف مواطن في مجال الصحة في مستشفياتنا الجامعية في محافظة المنيا. العدد الكبير من الأسرة العناية المركزة، النهاردة شرفنا بافتتاح مستشفى جراحة الأطفال. ازاي نستفيد من رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال خدمة القطاع الخاص وكل المجالات المختلفة؟ الحقيقة في الاستراتيجية الوطنية اللي أطلقناها في مارس من هذا العام، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أحد محاورها الهامة هي المشاركة الفاعلة من الجامعة لخدمة المجتمع، لخدمة أهداف التنمية اللي هي النهاردة هنشوف تحالف إقليم شمال الصعيد وهم بيوقعوا مع بعض بروتوكولات وخطط احنا محتاجينها، بيتكامل فيها الجانب الأكاديمي بمشاركة جميع مؤسسات التعليم في هذا الإقليم مع شركائنا من الشركات في الصناعة والزراعة واللوجيستكس، بيتكاملوا مع بعض ازاي علشان نقدر نحقق رؤية الدولة في خطة 2030 لقطاعات المجتمع دلوقتي من خلال الاستثمار يا فندم. بالضبط، مشاركة القطاع الخاص، إعداد الكوادر البشرية وتأهيلهم أولا ببرامج جديدة مميزة. بتكلم دايما على البرامج البينية واللي بنعمله دلوقتي لتخريج شباب يقدر ان هو يساهم في احتياجات الدولة وخطط التنمية بتاعتنا. تمام، شكرا جزيلا.